السلام عليكم، ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن احوالكم. فهنا كما كتشوفوا معايا معنا هذه الكسوه هذه كتب لكم غزاله ما شاء الله. شوفوا معايا طريقه الخدمه ديالها اللي هي انيقه ومريحه في اللبسه ما شاء الله، على واحد الكسوه اللي هي غزاله ما شاء الله مزيونه تبارك الله. ونمشيو بهذا الموديل هذا، شوفوا معايا في الفيديو عامر بلي موديل اللي هما جداد وانيقين وغادي يعجبوكم. فكنتمنى تكملوا لا فيديو هكا باش تعرفوا على الجديد اللي كاين. فاللي شاف اول مره القناه ديالي يدير اشتراك ويفعل جرس التنبيهات هكا باش يوصلوا كل جديد. فهنا كما كتشوفوا معايا هاد الكسيوه كي جات غزاله ما شاء الله كذلك. شوفوا الفصاله ديالها بسيطه، يعني ماشي شي حاجه ولكن بسيطه وانيقه ما شاء الله. شوفوا معايا هاد البيسه هادي كذلك، شوفوا معايا كي جات. ومشيو هاد البيسه هادي فهي جات مختلفه على اللي شفنا من قبل. شوفوا معايا الفصاله ديال التنوره كي داير، وكذلك ديال لا شوميز اللي لابسه مع التنوره كي جات غزاله ما شاء الله وانيقه في اللبسه. ومشيو هاد الموديل هذا كذلك اللي جا انيق وغزال ما شاء الله. شوفوا معايا واحد الاناقه اللي هي جميله. شوفوا معايا الفصاله، فهنا لا فيديو كيقربكم اكثر لهاد اللبسه كيفاش ملبوسه وكيفاش دايره كيفاش مفصله واللوينات كذلك اللي نقدروا لنا. ما شاء الله على اللبسه اللي هي غزاله ما شاء الله في التنوره. ومشيو لهاد اللبسه كذلك اللي جايه كذلك حتى هي مختلفه على اللي شفنا من قبل. شوفوا معايا اللوينات البنات، واحد التناسق اللي هو رائع وانيق. وهنا نمشيو هاد اللوينات كذلك ونشوفوا لهاد اللون الغوز مع الكري كيفاش جا، وهاد اللون الاسود مع هاد اللون البني كيجا غزال ما شاء الله. وكذلك هاد اللبسه هادي اللي جات غزاله ما شاء الله وانيقه. وكذلك هاد اللبسه هادي كيفاش جات انيقه ما شاء الله وغزاله. مشيو هاد اللون الاخضر هذا اللي جا انيق، وكذلك مشيو هاد اللبسه هادي حتى هي اللي جات غزاله ما شاء الله. شوفوا معايا الخدمه ديالها كيفاش جات، شوفوا معايا الوسط وشوفوا معايا الكميمات والفصاله ديالها كيفاش جات مريحه وانيقه بالنسبه للسيدات المحجبات وكذلك غير المحجبات. فهاد لا فيديو غادي يعطيك افكار ليا كثيره بالنسبه للباس. شوفوا معايا واحد الخديمه اللي هي غزاله ما شاء الله. فكنتمنى الى عجبكم لا فيديو ما تبخلوش عليه بالضغط على زر اعجاب. ونمشيو لهذا الموديل هذا كذلك اللي جا مختلف على اللي شفنا من قبل. شوفوا معايا البنات واحد الخديمه اللي جات غزاله ما شاء الله، جات كتحمق. شوفوا معايا واحد الخديمه جات انيقه. شوفوا معايا الخديمه ديال هاد لا شوميز هادي كيفاش جات ما شاء الله، جات انيقه وغزاله ما شاء الله. شوفوا معايا، فهنا لا فيديو كيقربكم اكثر لهاد اللبسه مع لا كولور ديالها ولي كولور اللي ممكن تخيطهم في هاد اللبسه هادي. نمشيو بهاد اللبسه هادي كذلك اللي جايه مختلفه على اللي شفنا من قبل. شوفوا معايا هاد اللبسه كيفاش جات، جات انيقه وغزاله ما شاء الله. شوفوا معايا حتى نسق ديال الالوان، وهذا لبس اخر بالنسبه للسيدات المحجبات كيجي يجي مريح في اللبسه. شوفوا معايا كيف الجف باللون الرمادي، وهنا باللون الاسود بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا اللون الاسود. هانتوما اللبسه هنا، لا فيديو كيقربكم اكثر لهاد اللبسه كيفاش مخدومه كيفاش ملبوسه كذلك. ومشيو لهاد هاد اللبسه هادي كذلك كيفاش جات، كي جات الخياطه ديالها. ف
فهي سامبل ولكن أنيقة صيفية. ونمشيو هاد البيتة هادي وهذا ستايل آخر ديال التنورة. شوفوا معايا الخديمة كيفاش جات، ما شاء الله غزالة وأنيقة مريحة كذلك في اللبسة. شوفوا معايا نمشيو هاد البيتة هادي وهاد الكسيوة هادي اللي جات بكلها تقريبا بالدونتيل، كيفاش جات غزالة ما شاء الله باللون الأسود. وهذا لونسون بالآخر اللي جاي بالسروال، شوفوا معايا اللون البنات والخدمة. نمشيو بهاد لاشوميز هادي اللي كتجي طويلة، شوفوا معايا الخدمة ديالها، شوفوا معايا كيفاش تخدمات ما شاء الله غزالة. كذلك في اللبسة ديالها غزالة وأنيقة. هنا جات هاد لاشوميز باللون الرمادي، شوفوا معايا الخدمة ديالها فهي جات طويلة، شوفوها معايا وهذا باللون آخر جات أنيقة ما شاء الله. شوفوا معايا هاد اللباس هذا كي جا مريح كذلك في اللبسة وجا أنيق. شوفوا معايا هاد العباية هادي كي جات مريحة. فهنا الفيديو كيقربكم اكثر لهاد اللبسه، هنا كيبقى نفس الموديل فقط الاختلاف في اللون. نمشيو هاد العبايه هادي اللي جات غزاله وانيقه ما شاء الله، شوفوا معايا الخديمه ديالها، شوفوا معايا الخديمه كيفاش جات، جات انيقه ما شاء الله. فهنا لا فيديو كيقربكم اكثر لهاد اللبسه. نمشيو لهاد الموديل هذا اللي جات هو انيق وغزال ما شاء الله، شوفوا معايا، شوفوا معايا الخديمه كذلك جي مع التناسق ديال الالوان اللي هو انيق. فكنتمنى ما تبخلوش عليا بالضغط على زر اعجاب.